ارتفاع أسعار الطحين وتقليل حصة مادة النفط الأبيض إلى 2000 لتر شهرياً لكل فرن في النجف أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الخبز بحسب أصحاب الأفران الذين ناشدوا وزارتي التجارة والنفط لدعم الأفران وتقليل الآثار المترتبة عن ذلك. تأثير الطحين تأثير مو طبيعي، يعني كلش قوي. الطحين من 14000 الى هسه 40000، والطحين ابو ال 40000 هو الوجبه. طبعا الطحين تعبان كلش، شو نسوي؟ لازم نشتري طحين دولار ابو ال 50 ابو ال 45 التركي ونخبطه. النفط كنا نستلم 3000 لتره، هسه الوقت الحالي احنا قاموا يسووها 2000، ويجوز الجاي هم يسووها 1000. يعني المعاناه، يعني الضغط على على المواطن مو طبيعيه، الخساره تصير عليه كبيره. شو اسوي؟ اول شيء اتجه ابطل عامليا. الشغلة الثانية كنت أبيع مثلا 8000، أقو بيع 6000، 5000 مثلا. الشنقة كانت أكبر شوية زغرناها، تقوم تصير تقليصات، هذا كله يضر المواطن. النجفيون بدورهم لا سيما محدودي الدخل أعربوا عن قلقهم المتزايد لارتفاع سعر رغيف الخبز، داعين إلى المزيد من الإجراءات الحكومية لتأمين أمنهم الغذائي. فقير هو الواقع بيها، المواطن هو الواقع بيها، كان فقير وكان عنده زنقين همينه واقع بيها. يعني واحد من يشتري خبز كان 8000 و10000، هسه يشتري 5000 لو 6000. السرقات والموازنات اللي اخذوها وكل شيء، هذا اخر شيء لحقوا المواطن على خبزته. عملية ارتفاع أسعار الخبز بالأسواق المحلية عملية مقصودة، لأنه الدور الرقابي غير موجود، المسؤولين بعيدين عن هاي الظاهرة. هاي الظاهرة السبب السرقة والجريمة. يعني ما معقولة 4 خبزات 5 خبزات بألف. نعم يمس الأمن الغذائي، الأمن الغذائي هذا مقصود وقاعد يلتمس المواطن الفقير. ولا تكاد أن تخف أو تهدأ المخاوف التي تنتاب المواطنين هنا من خطر يداهم أمنهم الغذائي وقوتهم اليومي الذي يعاني من أزمات متلاحقة وكثيرة. في بلاد النفط والزراعة تتواصل معاناة أبناء الرافدين، حتى وصل الأمر إلى لقمة عيشهم التي قد تسلب من فمهم عنوة دون يد تنتشلهم من واقعهم المرير. من النجف محمد رزاق، التغيير.